نقف إذن مشاهدينا عند آخر التطورات، وينضم إلينا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. عمر، إذن ضمن آخر ما تابعنا، نيابة أنقرة تفتح تحقيقا في الهجوم وتصدر قرار بحظر البث، هل لدينا أي تحديثات بخصوص الإجراءات أو الأوضاع عموما الآن في موقع الهجوم؟ نعم، في الواقع قبل قليل مديرية أمن أنقرة أعلنت بأنها سوف تقوم خلال الدقائق القادمة بإجراء عملية تفجير لحقيبة مشبوهة في ميدان كزلاي، وكذلك في حديقة إيفان بارك الموجودة في ميدان كزلاي، وأخبرت المواطنين بعدم الذعر وعدم الخوف من هذا التفجير. لا تزال عمليات التمشيط مستمرة والشكوك مستمرة حتى الآن في أي حقيبة أو كيس موجود في أي مكان هناك عمليات تمشيط واسعة. هذا هو المكان الذي يسمح به كحد طيب أخير لو من تعيد الوصول ما ذكرته إلى منطقة عمر الفجار. لأنه يبدو أيضا هو تطور لافت الآن، إذا حسب ما ذكرت لي بأنه تم أثناء عمليات التمشيط الآن في نفس المنطقة، في منطقة كزلاي، الوجود أو العثور على حقيبة الآن وجاري معرفة ما تحتويه، لو تعيد لنا ما ذكرته. نعم، يعني حاليا قوات الأمن تشتبه بأي شيء موجود في منطقة الانفجار، وبالتالي قبل دقائق من الآن قالت مديرية أمن أنقرة بأنه سوف يتم عملية تفجير لحقيبة مشبوهة في ميدان كزلاي، وبالتحديد في حديقة جوان بارك في ميدان كزلاي، ويجب على المواطنين عدم الذعر والخوف من هذا التفجير. هو تفجير احترازي، ربما لا تكون هذه الحقيبة تحوي على المتفجرات، ولكن حاليا القوات الأمن التركية لا تريد الخوض ويعني الخوف من وجود أي حقائب أو متفجرات أخرى قد تكون موجودة في المكان، وبالتالي تقوم مباشرة بتفجيرها دون فحصها إن كانت تحوي على متفجرات أم لا. هذا الخبر جاء قبل دقائق من الآن، طبعا أعلنت عنه مديرية أمن أنقرة. حتى الآن لم يحصل هذا الانفجار، ولكن في ساعات الصباح بعد الانفجار الأول حصل انفجار آخر أيضا كان احترازيا بشبهة اشتباه بوجود متفجرات أخرى، أيضا قامت قوات الأمن بتفجيرها كذلك في محيط المنطقة التي حصل فيها الانفجار والهجمة الإرهابية التي أدت حسب تصريح الداخلية التركية ووزير الداخلية التركية إلى جرح يعني عنصري أمن تركيين، وكذلك طيب لكن الأوضاع الآن في محيط كزلاي الاثنين. عمر، يعني الأوضاع الآن في محيط هذا المربع مغلقة تماما، لا يسمح بالحركة بها أو يسمح بشكل استثنائي فقط لفرق الأمن، يعني كيف هو طبيعة الحركة الآن في المنطقة كزلاي؟ أما على مستوى السيارات المنطقة مغلقة تماما إلا من الطرق التي تؤدي إلى المناطق الأبعد من يعني منطقة الانفجار. حاليا خلفي هي المنطقة التي حصل فيها الانفجار، هذه النقطة التي أتواجد بها حاليا هي النقطة الأخيرة التي يمكن للمشاة أو حتى ليس المشاة للصحفيين أن يصلوا إليها. ميدان كزلاي هو أمامي حاليا، هناك حركة مشاة موجودة في المنطقة ولكن السيارات غير موجودة، الطرق مغلقة، وطبعا لا يوجد إلا الطرق التي تؤدي إلى المناطق الأبعد من ميدان كزلاي، الأبعد التي تؤدي إلى أبعد من منطقة الانفجار كذلك، هذه الطرق طيب. مفتوحة حاليا ولكن الطرق التي تؤدي إلى منطقة الانفجار وهي من خلفي حاليا مغلقة تماما، ويسمح للمشاة بالوصول إلى نقطة معينة، الصحفيين يمكنهم فقط الوصول إلى هذه النقطة. طيب عمر، هل في أي معلومات الآن إن كانت يعني هذه المسألة من تمشيط المنطقة ستأخذ وقت زمني معلن، هل يمكن أن يعني يستأنف فتح الجلسة البرلمانية ويحضر الرئيس التركي أو لا؟ يعني هل في معلومات عن هذا الموضوع أو لا؟
حسب المعلومات التي وردتنا فإن جلسة البرلمان ستكون في موعدها ولن يحدث أي تغيير عليها حتى هذه اللحظة. طبعا هناك تحدي وسباق مع الزمن بالنسبة لقوات الأمن التركية لتمشيط المنطقة وتنظيفها وإخلاء أي تهديد ربما يكون في هذه المنطقة. هذا الموضوع يمس السمعة التركية والبرستيج التركي في هذا الإطار، وبالتالي قوات الأمن التركية ووزارة الداخلية حاليا تسابق الزمن لعدم وصول الإرهابيين إلى مغزاهم من هذا التفجير الذي حصل في منطقة حساسة في قلب العاصمة أنقرة. لذلك هناك حاليا تحركات واستنفار كبير جدا في المنطقة من قبل قوات الأمن للبحث عن أي شبهات أو حقائب مشبوهة أو أي أشياء مشبوهة حاليا في المنطقة للانتهاء منها وفتح هذه المنطقة في أقصى وقت ممكن. نحن نتحدث عن الساعة 1 ظهرا، أي بعد ساعة تقريبا من الآن سوف يتم بدء عملية افتتاح البرلمان التركي. الرئيس رجب طيب أردوغان حتى هذه اللحظة واضح أنه سيشارك في هذه عملية افتتاح البرلمان التركي. هذا وهذا قرئ على أنه تحدي يعني عمر، يعني عدم إلغاء الجلسة وإصرار لحد الآن طبعا كما ذكرت لي لحضور الرئيس التركي وإلقاء كلمته، هذا في تحدي لمنفذي الهجوم أو ما كان وراء الهجوم اليوم. بكل تأكيد أمل، يعني الهجوم واضح أنه كان هجوما رمزيا ولكنه استهدف منطقة كبيرة وحساسة جدا، استطاع أن يعني يسلط الضوء ويؤدي إلى صدى كبير جدا هذا الهجوم. صحيح أنه لم يخلف خسائر إن كان خسائر في الأرواح أو خسائر مادية، ولكنه يعني جلب نتيجة في تسليط أو لجعل طبعا جلسة البرلمان التركي في الظل. لذلك السلطات التركية حاليا تسعى لأن لا يصل منفذو هذا الهجوم ومن يقف خلفهم طبعا إن كان هناك أي جهات تقف خلفهم إلى مغزاهم وإلى يعني هدفهم في منع البرلمان التركي من الانفتاح، أو على الأقل بجعل أو على الأقل في جعل طبعا يعني البرلمان التركي يؤجل أو يقوم بعملية افتتاح لجلسته بشكل خافت أو بشكل يعني غير مختلف عن الأوضاع العادية قبل حصول هذا الانفجار. لكن ما الذي يقال الآن من خلال دردشاتك عمر عن كيف تم الوصول إلى هذا المكان؟ يعني كما نعلم هذه المنطقة هذا المربع أمني بامتياز، وبالتالي الوصول إليه وأيضا الآن هذا مثار الكثير من التساؤل. بالفعل داليا، يعني الوصول إلى هذه المناطق بهذه الأسلحة وإجراء عملية التفجير هو بكل الأحوال هو يعني نقطة ضعف واضحة موجودة في الخلايا الأمنية، رغم أن الإعلان عن أن التفجير لم يصل إلى هدفه وأنه تم منعه قبل الوصول إلى هدفه، ولكن مجرد وصول هؤلاء الإرهابيين إلى هذه النقطة وتمكنهم من تفجير أنفسهم أو واحد منهم تمكن من تفجير نفسه والاشتباك مع قوات الأمن، فهذا بحد ذاته يقرأه الأتراك والمراقبون الأتراك هنا بأن هناك خلل أمني واضح موجود في المنطقة، لأننا في منطقة حساسة كل المؤسسات الدولة السيادية موجودة في المنطقة وكذلك في يوم حساس لافتتاح جلسة البرلمان. لذلك كان يجب حسب ما يقول الخبراء الأتراك كان يجب أن تكون هناك عمليات تشديد أكبر. شهدنا في عام 2015 عندما انتشرت العمليات الإرهابية في وسط المدن التركية، حاليا في هذه اللحظة حصل الانفجار الذي كنا نتحدث عنه حقيقة داليا. ربما هذا هو الانفجار الذي تحدثت عنه مديرية الأمن قبل ثواني من الآن، حصل هذا الانفجار وهو كما قالت مديرية الأمن التركية هو انفجار احترازي لحقيبة مشبوهة في محيط المنطقة التي حصل فيها الانفجار في طبعا ساعات الصباح الأولى الساعة 9:30 صباحا. طبعا يعني هناك كان هناك في عام 2015 تشديدات أمنية كثيرة بعد الهجمات الإرهابية، ولكن شهدنا أن هذه التشديدات خصوصا خلال السنتين الأخيرتين بدأت تخف نوعا ما في هذه المنطقة،
وربما حصول هذه العملية الإرهابية حاليا في هذه المنطقة ربما ستعيد هذه التشديدات الأمنية بشكل مكثف جدا في محيط البرلمان التركي وكذلك في مركز مدينة أنقرة في ميدان قزلباي. على كل سنتابع معك بطبيعة الحال كل المستجدات عمر لحظة بلحظة من مكان التفجير في قزلباي بأنقرة. مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد، وأعيد ما ذكرته لنا عمر من عقد جلسة البرلمان في موعدها بعد حوالي الساعة، ومعلومات عن حضور الرئيس التركي لإلقاء كلمته في تحد واضح طبعا منفذي أو من كان وراء هذا الهجوم. شكرا جزيلا، وسنكون معك أولا بأول للوقوف على كل المستجدات.